تنوع النظام البيئي في كوكبنا يبدو وكأنه قطع دائمة، لكنه في الحقيقة معرض للانهيار. الغابات يمكن أن تتحول لصحارى، والشعب المرجانية يمكن أن تصبح صخوراً خاوية حتى بدون الكوارث كالبراكين والمذنبات. ما الذي يجعل أحد الأنظمة البيئية قوياً والآخر ضعيفاً في وجه التغير؟ الإجابة ستكون إلى حد كبير التنوع البيولوجي، فهو يتكون من ثلاثة عناصر مرتبطة: تنوع النظم البيئية، وتنوع الفصائل، والتنوع الوراثي. كلما زاد الارتباط بين هذه العناصر، كلما ازدادت كثافة ومرونة النسيج الحيوي. غابات الأمازون الماطرة هي إحدى أكثر الأماكن المتنوعة بيولوجياً على وجه الأرض، وفقاً لنظامها البيئي المعقد وخليط الأنواع والتنوع الوراثي بينها. هذه نبتة ليانا المتسلقة من أرض الغابة لأعلى شجرة الظلة، مرتبطة بقمم الأشجار، تنمو ليصبح لها جذع خشبية سميكة تدعم قمم الأشجار هذه. هذه الأشجار تؤمن البذور والنباتات والأوراق للحيوانات العاشبة كالتابير والأغوتي، التي تنثر بذورها في الغابة لتتمكن من النمو والانتشار. تستهلك الثمار المتروكة من ملايين الحشرات لتحلل المغذيات التي تغني التربة. الغابات الماطرة هي نظام ضخم ممتلئ بالأنظمة الصغيرة كهذه، جميعها ممتلئة بالأنواع المرتبطة. كل صلة تؤمن الاستقرار لما يليها، مقوية نسيج التنوع البيولوجي، ويدعم ذاك النسيج أكثر بالتنوع الوراثي بين أفراد أنواعه، ما يسمح لها بالتغلب على التغيرات. الأنواع التي تعاني نقصاً في التنوع الوراثي تبعاً لانعزالها أو انخفاض عدد أفرادها تكون عرضة للتقلبات التي يسببها تغير المناخ أو الأمراض أو تجزؤ المساكن. كلما اختفى نوع تبعاً لضعف مستودعه الجيني، تحل عقدة وتتفكك أجزاء من الشبكة. ماذا لو أزلنا نوعاً من الغابة المطرية؟ هل سينهار النظام؟ غير محتمل أن يحصل ذلك. إن حجم الأنواع وتنوعها الوراثي وتعقيد النظام البيئي تكون غابة متنوعة بيولوجياً، بحيث أن غياب نوع واحد في النسيج لن يؤدي لتفكيكه. تبقى الغابة مرنة وتستعيد عافيتها من التغير، لكن ذلك غير صحيح في كل الحالات. في بعض البيئات فإن تغييب عنصر واحد يمكن أن يضعف النظام بأكمله. لنأخذ الشعب المرجانية مثلاً، كائنات كثيرة في الشعب الصخرية تتبع المرجان، فهو يؤمن مساكن دقيقة وملاجئ وأراضٍ للتكاثر للأسماك والقشريات والرخويات. يشكل المرجان أيضاً علاقة متبادلة مع الفطريات والبكتيريا. الشعب المرجانية نسيج يسمح بحياكة شبكة متشابكة من التنوع البيولوجي. هذا يجعل المرجان كائناً أساسياً يعتمد عليه الكثيرون في حياتهم. إذن ماذا يحدث عندما تضعف ممارسات الصيد المدمرة والتلوث وتحمض المحيط المرجان، أو حتى تقتله دفعة واحدة؟ تماماً ما تعتقده. النظام البيئي والأنواع والتنوع الوراثي تشكل مع بعضها نسيج التنوع البيولوجي المتشابك والأساسي لبقاء الكائنات. نحن البشر منسوجون فيه أيضاً. عندما تضيع بعض المعايير، صحتنا تصبح مهددة. بقطع الكثير من الوصلات فإنك تجازف بتفككه كله. ما يحمله المستقبل لا يمكن التنبؤ به، لكن التنوع البيولوجي يعطينا بوليصة تأمين، وهي شبكة أمان خاصة بالأرض تضمن بقاءنا. إذا تعلمت شيئاً من هذا الفيديو، بادر بمشاركته مع الآخرين. الفضول معدن.